أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال وأستاذ في المحاماة والاستشارات القانونية. اخترنا لكم السيد رمزي سعيد محمد العجوز، مؤسس وصاحب الرائد للمحاماة والاستشارات القانونية بإمارة رأس الخيمة، والمشهور برمزي العجوز. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذنا. الله يخليك. الله يخليك. مساء الخير عليكم. مساء الخير عليكم كلكم. يا أهلا وسهلا فيك. اليوم متشرفين باستضافتك لإلنا بالمكتب الخاص. الله يبارك فيك، نورتونا وشرفتونا. أستاذ رمزي، في بداية برنامجنا حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين من هو رمزي العجوز مع حفظ الألقاب. الله يبارك فيك يا رب. طبعا سعادتك، أنت قدمت تقديم جميل، وهو كده بالفعل الاسم رمزي سعيد محمد العجوز، والشهرة في مجال المحاماة وما بين المتعاملين رمزي العجوز. محامي حر منذ أكثر من 35 سنة، متواجد برأس الخيمة كمحامي حر مترافع منذ أكثر من 15 سنة، مكتب رائد المحاماة والاستشارات القانونية. هذا مكتب قديم وعريق ومعروف، من أقدم المكاتب الموجودة في إمارة رأس الخيمة، والشريك الفاضل فيه الدكتور رائد العولقي، شريكي وحبيبي وأخويا وصديقي. كل التحية دكتور رائد، ومحامي مترافع جيد، وبرضه من المحامين اللي بنقول عليهم المحامين المتميزين، متعرف عليهم انهم اساسا محامين مترافعين جيدين في جميع امارات الدولة. مهنة المحاماة هي زي ما انت قلت سعادتك، هي مهنة عظيمة، ومهنة المفترض ان المحامي اللي يحب يشتغل مهنة المحاماة لازم يكون عنده حسن خلق، أداب الحديث، فصاحة اللسان، إنسان متعارف أو معروف ما بين الناس أن هذا الإنسان صادق وأمين، لأن هذه المهنة هي مهنة صدق ومهنة أمانة، ومن يتعامل معها بخلاف ذلك لا يكون محامي نهائيا. أكيد أستاذ رمزي، يعني هذه المهنة هي خلينا نحكي تحصيل حقوق لأناس، يعني بيكون مثلا هالبني آدم مظلوم بشيء معين فبيلجأ للمحامي، أو شركة مثلا عليها مثلا شيء معين كقضايا مظلومة فيها تلجأ للمحامي. متى دكتور وأستاذ رمزي، لو سألناك متى يلجأ خلينا نحكي صاحب الشركة لمكتب المحاماة، أو مثلا الإنسان اللي عنده قضية مثلا في أي وقت بيجي للمحامي ليستشيره أو لا يوكله في هذه القضية؟ ودائما وأبدا الموكل بيجي المحامي يا إما على أساس أنه هو بيدافع ليه على حق، يا إما أنه هو أساسا بيكون عليه التزام ومش قادر أنه هو أساسا يوفي هذا الالتزام، يا إما أنه هو يكون أساسا متورط في مشكلة معينة ولا بد من حلها. فالمحامي المفترض هنا ان هو بيسمع للموكل بتاعه وبيفهم نوع المشكلة بتاعته ايه، سواء اذا كانت هذه المشكلة مدنية او مشكلة تخص الاحوال الشخصية او مشكلة اساسا جنائية اللي هي بنسميها جزائية. دائما وابدا المحامي لابد ان يكون مدرك وعنده دراية عالية بكل الامور، ومن مجرد الحديث مع الموكل هو بيتفهم الموضوع ويتفهم نوعية هذا الموكل مع القضية نفسها. هل إذا كان هذا الموكل قام بهذا الفعل من عدمه ولا لم يقم بهذا الفعل، بيبان من حديث الموكل ذاته، وخاصة في دعاوى الأحوال الشخصية. دعاوى الأحوال الشخصية منها الدعاوى الخطيرة اللي هي زي دعاوى النسب، دعاوى إثبات نسب. هذه الدعاوى أنا فكرت نفسي دي دعاوى خطيرة جداً، ولابد فيها من التعامل بيها بحرص. إذا كان اللي بيجي لك السيدة أو إذا كان جالك الرجل، فأنت بتتعامل في هذا الموقف بحرص، لأنك أنت سوف تحاسب
إذا كنت تعلم أن هذا النسب صحيح أو غير صحيح. طبعا. من هذا المنطلق أنت بتتعامل مع القضية. إذا كان الزوج جاء ليك بمجبة أن الزوجة أو السيدة أقامت دعوة عليه بمقولة أن هذا ابنه أو بنته، فأنت تفهم منه هو بقى طالما هو جالك وصلك لغاية عندك، كن حريص، كن حريص أنك أنت ما تغضبش ربنا أبدا بقى في الحالة دي. فأنت الأمانة، الأمانة، ولأن هذه تعتبر من الكبائر. اسأله واستفسر منه، وإذا وصلت بيه أنه بالفعل قد عاشر هذه المرأة في يوم من الأيام، فأنت خده بالسياسة، خده بالراحة، لأن القانون هنا هي لما ترفع الدعوة القانون مش هيعمل لها الدي ان ايه، لكن هو لو وافق ان يتعمل دي ان ايه هيتعمل الدي ان ايه. فانت اقنعه صحيح، وتقول له والله يا سيد لو انت اساسا مش ابنك خلاص يطلع مش ابنك، وساعتها انا ارفع عليها وانا اذيها واقول له كده. ولكن عشان ما تغضبش نفسك وتغضب ربنا وتغضب كل اللي حواليك وترتكب ذنب كبير، فانت اعمل التحليل وشوف الوضع ايه، واذا كان ابنك اعترف بيه وتكسب ثواب ويبقى حلالك في يوم من الايام. دي مهنه المحاماه في مثلا جزئيه صغيره من احوال الشخصيه. طبعا يا استاذ رمزي بتاسف على مقاطعتك. لا لا تفضل. ولكن تفضل. يعني احنا جئنا لمكتب الرائد للمحاماه والاستشارات القانونيه. تمام. طبعا على سمعه المكتب الطيبه وعلى سمعتك بالتحديد استاذ رمزي العجوز، الله يبارك فيك، متعارف عليك يعني في المجتمع وبين الناس، الله يبارك فيك، انه محامي وشخص ايضا يعني خلينا نحكي في قبول من معظم الناس، الله يبارك في فيك المجتمع يا المحلي. يعني الله يبارك سمعنا فيك. انه ايضا في بعض المشاكل تحل وديا كتير كتير المحكمه كتير. والمكتب وال كتير، وهي دي اساس مهنه المحاماه. يعني هقول لسعادتك حاجه، هو مهنه المحاماه ساعه ما اتنشات كانت اتنشات سنه كام، او نقابه المحامين زي ما سموها او كده، كانت اتنشات سنه 1884، وجت في سنه 1885 كانوا بيسموهم اللي هم الوكلاء. الوكلاء دول اللي هم كانوا يحلوا المشاكل بموجب الوكالات 85. اما جم بعد كده اساسا في 92 وقالوا هنعمل نقابه فعليه للمحامين، كان اساسا من شروط اساسا انك انت تبقى محامي ايه؟ شرطين اتنين بس، ما بنقولش بقى اني درس في الحته الفنيه، لا، حسن السلوك، حسن السمعه، فصاحه اللسان. وكانت هي دي شروط المحامي 84 و85. وبدأت بعد كده 92 نقابه فعليه اللي كان فيها نقابه المحامين ساعتها الهلباوي، وبعد كده بدأت ايه نقابه المحامين تتوسع، وبدأت بعد كده بقت في دراسه. النهارده عشان يبقى المحامي لابد ان يكون فيه نمره واحد حسن الخلق، حسن السمعه، نمره اتنين فصاحه اللسان، نمره ثلاثه، ودي اللي اتعلمناه بعد كده بالنسبه للمحامين الصغار لما بييجوا يتدربوا وخلافه، انك انت اعلم تماما ان مهنه المحاماه في البدايه هي مش مهنه مال. يعني انت مش جاي تشتغل عشان تاخد فلوس وانت مش موظف، لان النهارده انت لو موظف الوضع مختلف، فيها طابع انساني، فيها طابع انساني، فيها طابع اجتماعي، وفيها فكر. اذا ما كانش انت فكرك بيتدارك الامور بسرعه وانك انت فكرك عالي، لا تصلح ان تكون محامي. المحامي اساسا المفترض اساسا ان هو بدايه اموره ما يتسرعش، ويتعلم من اللي اكبر منه، ويتعب جامد ويشقى، لان المفترض اساسا هو كل ما هيتعب هيجي في نهايه المطاف هيعمل مجهود قليل ويكسب فلوس، لكن في البدايه هيتعب كتير ويشقى كتير ويتعلم كتير وهيكسب قليل. هي المهنه كده، عشان تديك لازم تبقى مجتهد. صحيح كلام. اجتهد في المهنه بالظبط كده، اجتهد في المهنه، تعلم في المهنه، بس خلي ضميرك دايما حي، واياك في المهنه تظلم حد، ودايما دافع عن حقوق الاخرين بجديه وبجهد وبعرق، ودايما خليك مع المظلوم، واذا جاءك ظالم حاول انك انت تعلل ظلمه وتخليه اساسا يعتدل على اللي في دماغه بقدر الامكان حتى توصل بيه انت نفسك تحس ان انت مرتاح. بعد كده هبص تلاقي بالظبط كده راحت الضمير، انت مرتاح واللي حواليك كلهم مرتاحين. المفترض انت المحامي لما يعمل الكلام ده مستقبلا قدام شويه هيبقى محامي معروف، محامي شاطر جيد الناس عارفاه، بيكسب فلوس وهو مرتاح، مش بيتعب زي ما كان بيتعب زمان. هي دي مهنه المحاماه. الله عليك. لا دي حقيقه رمزي، يعني صراحه
يعني فعلا يعني انا بحييك على هذه الافكار يعني الرائعه بنسمعها احنا. الله يبارك فيك. يعني بنكون احنا مبسوطين لما نكون بمجتمع فعلا المحامي يتحلى بهذه الخصائص وهذه الامور، احنا بنكون مطمنين انه لا سمح الله اي انسان معرض انه يصير بيوم من الايام عنده شيء معين أكيد أكيد, اكيد اكيد. فاحنا اليوم بهالكلام احنا ايضا نرتاح كمجتمع في دوله الامارات العربيه المتحده. الحمد لله الحمد لله. استاذ رمزي لله. اليوم حابين نتعرف على نوعيه القضايا يعني اللي بياخذها الاستاذ رمزي العجوز ومكتب الرائد للمحاماه والاستشارات القانونيه، ما هي نوعيه القضايا اللي تستقبلوها؟ هو بالنسبه للمكتب عندي هنا، المكتب بيستقبل جميع القضايا، ولكن دائما وابدا بنقول ايه، المحامي فلان الفلاني هو متميز في القضايا الفلانيه. صحيح. فانا النهارده انا ما اقدرش اقول ان المكتب عندي بيشتغل قضايا واحده، انا المكتب عندي بيشتغل القضايا المدنيه، وعندي مجموعه هنا من الشباب بتشتغل المدني، عندي قضايا بتشتغل الاحوال الشخصيه، وعندي هنا برضه مجموعه بتشتغل قضايا الاحوال الشخصيه، عندي مجموعه بتشتغل في القضايا الجزائيه. ولكن كرمز العجوز دائما وابدا انا بحب وبتميز في القضايا الجزائيه اللي هو القانون الجنائي اللي هو بنسميه القانون الجزائي في دوله الامارات العربيه المتحده، لان القضايا الجزائيه بيبقى فيها نوع من انك انت تصل بالحديث وبالمرافعه ليقين ووجدان القاضي، فبالتالي هي دائما وابدا بنقول عليها هي بتاعه المحامي المدرك المتميز اللي يستطيع ان هو يغير وجدان وقناعة القاضي بخلاف ما جاء بالأوراق. تمام كده؟ فبالتالي المحامي الجنائي دائما وابدا بيكون شاطر في جميع المجالات الاخرى. خلينا نحكي عنده السهل الممتنع. بالظبط كده. مش اي حد او اي محامي اللي هو بيقرا ما بين السطور، واللي هو يقدر يوصل للوجدان وعقيدة القاضي اللي بيقف قدامه وبترافع قدامه. يقدر ويكون اساسا سريع البديهة للي يصار امامه اثناء الجلسه، ده المحامي الجزائي. فبالتالي النهارده هذا المحامي الجزائي اللي انا بعتبر نفسي انا منهم، المفترض ان هو بيكون شاطر في جميع المجالات الاخرى سواء احوال او مدني او خلافه، وخاصه طبعا بيكون معاه فريق عمل جيد بيشاركوا في العمل، وانا الحمد لله يعني حتى جميع الفريق اللي معايا ما شاء الله عليه فريق جيد، ساده محامين ومستشارين على اعلى مستوى في جميع المجالات وفي جميع القضايا سواء احوال او مدني او جزائي، وده طبعا كرم من عند ربنا، وده طبعا طبعا بقياده طبعا دكتورنا وحبيبنا الدكتور رائد العولكي. ما شاء الله عليكم، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله استاذ رمزي. اليوم حابين نتعرف يعني مكتب الرائد للمحاماه والاستشارات القانونيه باماره راس الخيمه اكثر من 30 عام، يعني مسيره طويله جدا، مسيرة عريقة، محاميين مخضرمين معروفين، سمعتكم سابقيتكم. الله يبارك اليوم فيه. شو سر هالنجاح؟ شو سر هالتميز؟ كيف بتقدروا تكسبوا ثقة العملاء؟ بص عندك اللي هو الصدق مع الذات، مع نفسك أولا، دائما وأبدا ما توعدش وتخلف، عهدك دائما يكون صادق مع الآخرين، حاول بقدر الإمكان أن أنت توصل المعلومة انك انت بالفعل بتدافع وبتستميت على حق موكلك بجميع الطرق الشرعية المتاحة اللي هي بنسميها احنا في العامة الطرق الحلالية، الحلال اللي هو بالحلال اصل للغرض اللي انت عايزه. فبالتالي طول ما انت شغال بهذا المبدأ الحمد لله ربنا بيكرمك، بيبقى فيه مصداقية بينك وبين موكلينك. على ما اعتقد انا من يوم ما اشتغلت هذه المهنة من 30 سنة ما فيش موكل جاي غضبان، ما فيش حتى اللي يخسر، لان النهارده القضاء او خلافه او بتاع في قضايا كتيره جدا انت تخسرها وفي قضايا انت بتكسبها. صحيح. مش معنى النهارده انك انت خسرت يبقى الموكل بتاعك زعلان، لانه يعلم تماما ان انت بذلت الجهد والعنايه وبذلت كل ما تستطيع ان تفعله في هذه القضيه. صحيح. فبالتالي عمره ما يكون زعلان منك، لا يمكن.
جميع القضايا اللي عندي يجي يعني والنهار. هذه القضية لم يأتي من استهتار أو عدم مثلا بالضبط كده القضية لا يمكن لا يمكن القضاء. لا يمكن لا يمكن وده كرم من عند ربنا على الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. نتمنى لكم يعني المزيد من النجاح والتميز أستاذ رمزي. حابين اليوم أستاذ رمزي نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة، نتحدث على الأمن والأمان الموجود بدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا هذا فضل من الله عز وجل، ولكن أكيد جاء من جهود ورؤية حكيمة لحكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله جميعا. اليوم أنت كرجل قانون ومحاماة، اليوم شو بيعني لك الأمن والأمان بدولة الإمارات؟ شو بيعني لك التسهيلات اللي تقدمها حكومة دولة الإمارات؟ دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الدولة هي أرض خصبة لجميع المجالات. انت النهاردة ما تلاقيش بغض النظر عن مهنة المحاماة، ما تلاقيش اي مهنة تانية داخل دولة الامارات الا والاشخاص فيها اصبحوا مستثمرين داركين تماما انهم حتى اللي بيجي اساسا عشان يشتغل موظف بيشتغل فترة موظف وبعد كده بص تلاقيه بقى مستثمر بيعمل اعمال حرة بيفتح مجالات. هذه الدولة بتفتح المجالات، هذه الدولة بتساعد الآخرين، هذه الدولة بها الأمن والأمان الفعلي الحقيقي. ما في حد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا هو يعيش تحت مظلة الأمن والأمان. وعشان كده طبعا احنا ما فيهاش جدال، احنا بنشكر شيوخ دولة الإمارات جميعا ودائما بنقول أردني إماراتي، مصر إماراتي، خلاص بقى يمشي في دمه، يمشي في دمه، هنا يمشي مصر، هنا يمشي الإمارات. مش أكتر من كده، دولة عظيمة، جميلة، كل اللي عايش فيها بيتمنى إن هو يموت فيها. فده شيء طيب، والأمن والأمان دي راحة لجميع الناس، ما فيهاش جل، وما فيهاش ظلم. الناس كلها عايشة فعلاً في أمن وأمان. النهاردة المفتري الظالم عايش في أمان. المفتري الظالم، خلاص كده، عايش في أمان. يعني عارف إن هو مش هيظلم. يعني ساعة ما يجي يكون اتمسك في يوم من الايام في مشكلة مش هيحاسب الا على قد المشكلة اللي عملها بس. لا اكتر من كده. مفيش اكتر من كده. خاصة ان عندنا ما شاء الله محكمة راس الخيمة. محكمة راس الخيمة فيها من العدل والقضاء ما يسعنا نحن المحامين ان احنا فعلا نشتغل بجهد. لاني النهاردة بقت محكمة راس الخيمة اللي احنا شغالين تحت مظلتها، النهاردة بقى فيها قضاة ما شاء الله بنقول فقهاء القانون. بنقول النهاردة إن, 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 إن النائب العام اللي موجود في إمارة راس الخيمة ما شاء الله النهاردة ما في حد في راس الخيمة بيقول أنا مظلوم. النهاردة الباب مفتوح على مصراعيه. النهاردة اللي عنده مظلمة أو شكوى سواء من العامة أو سواء من أي مجتمعات أو سواء من الشركات أو خلافه الباب مفتوح. مكتب السيد المستشار النائب العام مش أجمل من كده. إذا النهاردة فأصبحنا كلنا عايشين في أمن وفي أمان. دي دولة الإمارات اللي احنا تعرفنا عليها. بالطبع بالطبع. نتمنى من رب العالمين أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى شعبها الطيب وأيضا المقيمين على هذه الأرض الطيبة. قبل نهاية برنامجنا أستاذ رمزي حابين نتعرف على موقع مكتب الرائد للمحاماة والاستشارات القانونية وكيفية التواصل معكم. هو سعادتك بالنسبة للمكتب بتاعنا موجود إمارة راس الخيمة في النخيل مقابل النعيم مول بناية النعيم 3 الدور 13. جميل جدا. أيضا أعزائي المشاهدين سوف تظهر كيفية وأرقام الهواتف الخاصة بمكتب الرائد للمحاماة والاستشارات القانونية أسفل الشاشة. يعني أنا عايز أضيف أقول أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة ارتبطت بنبل التصرف ورفعة الأخلاق، وهي تعتبر من أشرف المهن على الإطلاق. عشان كده كانت بتسمى مهنة النبلاء. كان في الماضي لا يجوز أن يكون نقيب محامين وهو فرد عادي. نقيب محامين يبقى لابد أن يكون باشا، الباشا فلان الفلاني هو نقيب محامين. كمان كان في البشوية والبهوية وخلافه، فكان لابد أن يكون باشا أو يكون نقيب المحامين ده
يكون رئيس وزراء او يكون وزير. ليه؟ لان المهنه دي مهنه كانت تعتبر من المهن الساميه، المهن العاليه، فكان بيقولوا اساسا هي مهنه النبلاء، مهنه العظماء، ودي حقيقه فعلا. يعني في نهايه برنامجنا استاذ رمزي، يعني حابب اشكرك جزيل الشكر. الله يخليك. على حسن الاستقبال وحسن الضيافه، يعني تسلم. وهاللقاء الحلو والجميل مع حضرتك. تسلم تسلم تسلم. ان شاء الله بيكون لنا لقاءات اخرى. اكيد ان شاء الله، اكيد ان شاء الله، اكيد ان شاء الله. وانا المتشكرين، متشكرين لبرنامجكم العظيم، ومتشكرين ان احنا شفناكم النهارده وسعداء بيكم، واذا كنا قلنا حاجه زياده ولا حاجه نعتذر ونأسف عنها. بالعكس كان لقاء حلو وجميل، وانا شخصيا يعني كثير استمتعت. تسلم. تسلم. اللقاء مع حضرتك، ربنا يبارك فيك. انه يكون في لقاءات اخرى ان شاء الله بمشيئه الرحمن. ان شاء الله بمشيئه الرحمن ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.